توكل الله. يقول السائل: هل كل مسائل الدين من مهمات العلماء، أو هناك بعض الأمور التي هي واجب كل مسلم أرجو التوضيح؟ لازم من الرجوع إلى العلماء في كل صغيرة وكبيرة من أمور الدين، لازم من الرجوع إلى العلماء. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم العلماء، فالذي لا يعلم يسأل العلماء ولا يبقى على جهله أو على تحرصات الناس أو قول فلان وعلان، يرجع إلى أهل العلم، يرجع إلى أهل البصيرة، يسألهم. نعم.